نعم خبرتنا باللاعبين السوريين الحاليين كثير مش كثيرة بلال اللاعبين القدامى. نعم بلال المصري وهذه كرة خطرة جدا من خالد صالح وهدف متابعة من ويليامز ويسجل اذا يسدد بلال المصري وتعود الكرة للحارس ويتابعها ويليامز الذي سجل هدف الشخصي الثاني له ولفريقه. اذا ويليامز يسجل هدف التعادل للطليعة بالتأكيد حتى حلو مباراة أكثر. هذه إعادة الهدف يسدد خالد صالح تعود كرة من خالد عثمان ومتابعة من ويليام وشايفين خطأ من الحارس كان على الحارس أن يسيطر على هذه الكرة وكان هناك مجال طبعا حتى وتسدد كرة من صدره كان بإمكانه متابعتها والتفاعل عليه لكن هذا بالتأكيد خطأ الحارس واستفاد من هذا الخطأ ويليامز بمتابعته وبخبرته طبعا.